بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن نبات يأكل الحشرات. نبات يتغذى مثل ما تلاحظون في الصورة، يتغذى على الحشرات. هذا النبات يفرز مواد تجذب الحشرات إليه، مزود بشعيرات حساسة جدا تنقلق بعد دخول الحشرة، ثم يفرز النبات مادة للهضم لهضم هذه الحشرة. فتكيف هذا النبات على هذا الغذاء لأيام عديدة وسنوات عديدة. صراحة ما نقول له سبحان الله، كيف تعلم هذا النبات هذه التقنية المذهلة لتأمين رزقه؟ إنه الله تعالى الذي قدر له أسباب الرزق. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، سورة الفرقان آية 2، والله أعلم.